النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإسباغ الوضوء على المكاره فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني الإنسان إذا كان يتوضأ والماء شوي بارد أو شوي حار ويتوضأ وضوء صحيح كامل، مو طقتي أغسل الوجه يلا بسرعة، يعني إسباغ الوضوء توضأ وضوء صحيح كامل 3 مرات لكل عضو ما عدا الرأس، زين، مع وجود بعض المكاره يعني الماء حار أو الماء بارد هكذا. الرباط سماه الرباط، شبهه بالرباط في سبيل الله. اي نعم.